أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين، إحنا شئنا أم أبينا، عملنا أو لم نعمل، لكن هل هذا يرفع التكليف من عاتقنا؟ كلا، لا يرفع التكليف من عاتقنا. أكو بعض الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتركون هداية الناس. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يرسل الإمام المهدي، والإمام المهدي هو الذي يحل المشاكل. الله صحيح سيأمر الإمام المهدي بالظهور وادخره لإقامة العدل في كل الأرض، لكن هذا معناه أنه أنا ما عندي تكليف؟ إذا علمنا أن الإمام المهدي غدا سيظهر، تبليغ الدين يرتفع عن عاتقنا؟ كلا. نصر الدين يرتفع عن عاتقنا؟ لا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتفع عن عاتقنا؟ كلا. هذه واجبات، وهذه الواجبات ليست مشروطة بشيء، واجبات مطلقة. كل واحد من عندنا لازم يساهم في نشر الدين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول. إذا أنا أتمكن بمالي لازم أساهم، إذا أنا أتمكن بكلمة لازم ألقي هذه الكلمة، إذا أنا أتمكن بعمل لازم أعمل ذلك العمل، وكل واحد يتمكن، ماكو واحد ما يتمكن، كل واحد يتمكن. نعم مقدار التمكن وكيفية التمكن تختلف، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على كل إنسان بنعم لا تحصى، فإذا لم يتمكن من خدمة الدين بنعمة يتمكن بنعمة أخرى. إذا واحد مو منطيق لا يتمكن خدمة الدين من خدمة الدين بلسانه، لكن يتمكن بطريقة أخرى من أن يخدم الدين بقلمه. أكو ناس لا يتمكنون من إلقاء الكلام لكن عندهم أقلام، هذه الأقلام راقية جدا. أكو ناس فقراء ليس له مال لكي يساهم لكن إلى إمكانيات أخرى. الآن في عالم اليوم أبسط طريقة أنه النت، عن طريق النت واحد يساهم، بين قوسين من أسرار قوة اليهود، والله سبحانه وتعالى يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة، لكن يستثني إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني هذه الذلة مستمرة، هذه المسكنة مستمرة إلا إذا آمنوا، هذا التمسك بحبل الله أو حبل من الناس، يروح يتفق ويا أمريكا، يتفق ويا بريطانيا ويا الدول العظمى مثلا، فلذلك يصنع له عزة زائفة وقوة زائفة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. من أسرار قوتهم أنهم جميعا متكاتفون. اليهود في العالم لا يتعدى عددهم 14 مليون، على أحسن الإحصائيات 20 مليون فقط، 5 ملايين في فلسطين المحتلة والبقية متناثرون في العالم، لكن 20 مليون متكاتفون. كان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق خرشتشوف مسافر إلى دولة من الدول أظنها النمسا في أيام عز الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي السابق كان فيه ملايين اليهود، فكان يمنعهم من الهجرة إلى فلسطين، فهذا جاء كزيارة رسمية إلى النمسا يوم ينبق فيها، فوصلت له 20,000 رسالة من اليهود يطلبون منه السماح ليهود الاتحاد السوفيتي للهجرة إلى فلسطين المحتلة. 20,000 رسالة.
خو عدد يهود النمسج قد كان 20,000 واحد بما فيهم الرضعان الصغار والكبار الرجال النساء حتى الأطفال الرضع إذا كلهم كانوا يحسبون 20,000 يعني كل واحد كتب رسالة وإذا طفل أبوه أو أمه نيابة عنه كتبت رسالة هذا معناه شنو؟ معناه أنه هناك تكاتف على الباطل وإحنا عندنا حق وحق نازل من السماء ومظلومون مو الكلام أنه شيل سلاح ودافع لا وإنما الدفاع ليس منحصر بالسلاح الدفاع بالكلمة الدفاع بالعمل الدفاع بمنظمات حقوق الإنسان الدفاع بالمظاهرات في دول العالم بالكتابات بالإعلام ألف طريق وطريق موجود للدفاع وإلا إذا واحد لم يدافع وهو يستطيع يسجل ضمن الظالمين من الأدعية للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام هي من أدعية الصحيفة السجادية اللهم إني أعوذ بك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره قلت يمكن واحد لا يتمكن بطريقة أما يتمكن بطريقة أخرى وكل واحد يتمكن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إذن دين الحق لا يخشى عليه سيفرض نفسه ولو بعد حين على رغم كل هذه المشاكل كما أن الله سبحانه وتعالى يقيض مؤمنين لنصرة هذا الدين لكن إذا إحنا ساهمنا كل واحد من عندنا ساهم يكون قد أدى التكليف ويكون قد عجل في النتيجة